قبل الأول لشريط الوثائقي 7 قرون قبل الميلاد بادرت بها الجمعية مرضى السرطان كوسيلة لبعث شحنة من الأمل والتصدي للتغلب على الصعاب وتغيير الفكرة السائدة على هذا المرض برؤية جديدة تجسد الحياة عبر بطل هذا الشريط. كما تعرفوا احنا جمعية مرضى السرطان مفتوحة على العالم الكل بالأخص العالم العربي. احنا يجيونا ونشتغلوا مع مصر، الجزائر، ليبيا، افريقيا، كل في كل البلدان. جني انوار للجمعية هو جال لتونس، عنده تنس، دورة متاع تنس في الحمامات، وقبل ما يجي عمل البحث متاعه وجي للجمعية متاعنا. قال لي عنده فيلم متاعه، هو البطل متاعه. طلع بعد ما حكينا انا وانوار، طلع انوار بطل تنس وفي عمره 21 سنة يمرض بالسرطان ويتعذب. علاش هو سماه 7 قرون قبل الميلاد؟ على خاطر 7 سنين كل عام عنده قرن، وكافح وجاهد ضد السرطان، وقعد ديما عنده الأمل وديما الملعب التنس قدام عينيه. ما شافش لا حياة ولا موت ولا حتى شيء، شاف ملعب التنس وبالعزيمة وبالأمل وكل وصل ورجع أنوار في النشاط متاعه والحيوية متاعه، وتو يلعب في تورنوا دو تنس في تونس. شريط وثائقي يحكي قصة واقعية لبطله أنوار الكموني لاعب التنس الذي جابها مرض السرطان بالعزيمة وعاد إلى ملاعب التنس بعد غياب 7 سنوات. The best thing that I can take about this situation or about his life is that always you have to fight for the things that you want. His energy, his decision, his will to improve, to be better every day was a very good model to follow. دخلت التصنيف العالمي في تاني بطولة دولية في مقدونيا. حصل فشل في النخاع العظمي، وده كان شيء صعب ان انت بعد لما بتحسي ان انت بتبتدي تحطي رجلك على اول طريق حلمك بتحسي ان الحياه كلها انتهت تماما، وبالذات في رياضه معتمده على الصحه. يعني الرياضه بتبقى معتمده بشكل كامل على صحتك، ما ينفعش حاجه تانية غير صحتك. تقعدي تحاربي في المرض تقريبا 7 سنين، انه اخطر من السرطان شويه. 7 سنين كل سنه بيحصل مشكله 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 لغايه لما بترجعي تاني للرياضه بشكل كبير، وتكوني اول حد في العالم يعمل دوت، وبتبتدي تكوني نموذج لكل الناس اللي عندها سرطان لحاجه زي كده. ان في ناس بتحس ان المرض جالها الحياه انتهت خلاص، لكن الحياه ما انتهتش خالص. شريط 7 قرون قبل الميلاد يعرض حصريا لفائده جمعيه مرضى السرطان، كما سيشارك في العديد من المسابقات الدوليه كمهرجان فينيسيا وكان. وبعد كده ينزل في السينما، وبعد كده يبقى في التلفزيون. النهارده وحصر ليهم يعني. انوار الكموني يؤكد ان الاراده والعزيمه والتمسك بالحياه يجعلك تتغلب على الصعاب مهما كانت. رجعت تاني للرياضه تاني، وده شيء مستحيل، والناس كانت شايفه انه مستحيل، والطب شايف انه مستحيل، بس طول ما ربنا سبحانه وتعالى موجود وانت عندك اراده وعندك يقين ده هيحصل خلاص. ان هو مرض زي اي حاجه بتحاربها، يعني العكس كمان، المرض بيدي قوه اكتر مش بيدي ضعف. But he has a long way to walk. I think that if he will and he wants, maybe he can do it.